ومن اسطنبول ينضم إلينا الزميل عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية. عمر، مرحبا بك، صباح الخير. وماذا عن سير العملية الانتخابية إذا في تركيا؟ صباح الخير خالد. بالفعل بعد أقل من ساعة سوف تفتح القنصلية المصرية في اسطنبول من خلفي أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث على التوالي. يوم أمس شهدنا حقيقة إقبالا مكثفا للناخبين المصريين في اليوم الثاني للانتخابات، وكان يوم عطلة، وبالتالي حصل تكثف في موضوع إقدام وإقبال المصريين للأدلاء بأصواتهم. شهدنا حالة موجودة هنا حقيقة، أكثر من عائلة مصرية كانت تأتي برفقة أطفالها أو أطفالها الشباب أو حتى الشباب الذين لم يبلغوا سن 18، ولكنهم يحضرونهم معهم إلى القنصلية المصرية لتنمية روح النماء الانتماء لمصر حقيقة. يأتون إلى هنا، تحدثنا إلى الكثير معهم، قالوا بأننا نشعر أننا في مصر هنا، وبالتالي هذه الشعور بالحنية يؤدي إلى جلبهم لأبنائهم كذلك حتى يتعودوا على موضوع الانتخابات وكذلك المشاركة فيها وأهمية المشاركة فيها لهذه الانتخابات. طبعا خالد، عملية سير الانتخابات حقيقة حتى اليوم لم نشهد أي منغص أو أي مشكلة يعني صعبة الحل حتى الآن. حتى هذا اليوم طبعا هناك عملية سلاسة واضحة جدا في سير العملية الانتخابية. المواطن المصري لا يستغرق أكثر من دقيقة بعد دخوله إلى اللجنة الانتخابية حتى يعني يقوم بالإدلاء بصوته. هذا رقم قياسي حقيقة، يعني غطينا الكثير من الانتخابات إن كان في تركيا أو في غيرها، ولكن لم نشهد هذا الرقم حقيقة، هذه السرعة في الأداء. هذا يعتمد على جانبين، الجانب الأول هو سهولة النظام المستخدم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك التعاون الذي تبديه القنصلية في إسطنبول وكذلك السفارة في أنقرة. كل هذه العوامل تؤدي إلى سهولة ويسر سير العملية الانتخابية. هناك الكثير من المواطنين المصريين قدموا من مدن أخرى مجاورة، قطعوا قرابة يعني 400 كيلومتر في بعض الأحيان للوصول إلى إسطنبول للإدلاء بأصواتهم، وآخرين طبعا جاءوا من مناطق مختلفة في إسطنبول، ولكن من يعلم إسطنبول يعلم ازدحام السير فيها، وبالتالي هم يقضون في بعض الأحيان 3 ساعات أو 4 ساعات في الطريق حتى يأتون. عندما سألناهم يعني كيف تحملتم كل هذا الطريق، فأجابونا بأن يعني تعب الطريق لا يعني شيئا أمام هذا الواجب وهذا يعني الحق الذي يجب أن نقوم به في هذا اليوم الكبير وهذا اليوم المهم بالنسبة لمصر. نحن اليوم علينا أن نساهم في طبعا ازدهار مصر بشكل أو بآخر، وإن لم نساهم اليوم فمتى سنساهم؟ هذا ما يقولونه لنا، وبالتالي بالفعل هناك وعي واضح بالنسبة للمواطن المصري بحقيقة وأهمية هذه الانتخابات وأهمية الفترة التي تمر بها هذه الانتخابات كذلك خالد. نعم، عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من إسطنبول، شكرا لك عمر على هذه المعلومات من إسطنبول عن سير العملية الانتخابية في تركيا.